السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. اليوم أبغى أشرح بإذن الله تعالى عن النباتات اللي إحنا نقولها وقت بداية الصيف، حتى لو عدى فترة من الصيف إحنا ما نقولها، ما نخرجها من مراكنها، نقولها على طول ولا نقطع الحوض من تحت أو نقصه، على طول نقولها في الأرضية بحوضها، وهي تأخذ وقتها وتنتعش جذورها وتبدأ تتمدد براحتها. هنا اليوم نقلنا بإذن الله تعالى اللي هو عندي هذا نبات المجنونة اللي هو الجامبو، نوع من أنواع النباتات. عندي الجامبو يعتبر مميزة، وردها كثيف جدا ولونها جميل، وفي منها تجي ألوان أو المفتونة. فهذه من النباتات اللي مميزة جدا، تعتبر وسعرها ما تكون رخيصة. هنا شوفوا كيف نقلناها وخلينا الحوض زي ما هو عندي في الأرضية من غير ما احنا نفك المركن من الأسفل أو الحوض. هذه من الأشكال. هنا عندي برضو الفل الجيزاني، نقلتها من غير ما أفكها من مركنها، لأنه الفل الجيزاني يجيك متسلق وريحته ولا حول قوة إلا بالله، عبق جميل جدا. هو أهم شيء إن يكون حافة الحوض خارجية، ما تكون تحت التربة عشان تاخذ نفسها في الأكسجين حوالين المركن وكذا، زي ما انتم شايفين. هنا عندنا الجهنمية، طبعا هذه الجامبو في كثير يعني ممكن ما يعرفها، والبعض الأكثر يعرفها، بس هي يعني تعتبر زي كأنها ما هي منتشرة، أو تعتبر زي أنواع تكون ما هي متوفرة بكثرة، وجمالها جدا جميل، وبرضه ما تحتاج إلا تسميد مرة واحدة في الشهر. هذا بالنسبة لبرنامجي أنا، ما أعمل سمادات كثيرة جدا للنباتات. وهذه هنا نقلنا عندنا الفل الجيزاني لأنه متسلق، ويبدأ دحين يتفرع ويكبر طول ما هو نحط في الأرض، يختلف وضعه عن المراكن. المراكن تحدد وضعية النبتة وإنها ما حتاخذ راحتها في الكبر نهائي. هنا عندي صبار، بعض يسميه صبار القلم، وهنا عندي الياسمين ما شاء الله تبارك الله متسلقة. طبعا الصفار هذا اللي فيها قوة الحرارة وزيادة الري، لكن مو شرط احنا انا يكون عندي زيادة الري، بالعكس انا ما اروي الا بعد جفاف التربة. هنا ما شاء الله تبارك الله البوليميرا الياسمين الهندي، طبعا اسقيها كل اسبوع او 10 ايام مرة واحدة، وهي على فكرة في مركن بس كبير جدا، مساحته تقريبا تجي 150، فمتفرعة ماخدة راحتها. هنا برضو كمان عندي نقلت ملكة الليل، شوفوا كيف مزهرة لا حول قوة إلا بالله، ريحتها جميلة، بس ما فكيت من أحواضها، نقلتها على طول. ونفس الحكاية نقلت الياسمين البلدي، بس فتحت الياسمين البلدي من تحت. فهذه منظر ملكة الليل بعد نقلة، بس ملكة الليل ما يعني ضروري ما تكون عليها شمس مباشرة نهائي، لازم تكون في مكان ظل، وهذا المكان ما تجي الشمس، يكون في ظل فتعيش بإذن الله لما تكون تحت الظل، غير كذا ريحتها رائعة ولا حول قوة إلا بالله مزهرة بكثرة. في الليل تبدأ تفتح زهورها.